بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. أيامكم سعيدة بحلول عيد الغدير الأغر، ونسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. رجاء استمعي، الإمام الصادق عليه السلام يقول بنص العبارة: من عمل هذه الأعمال في يوم الغدير، قال ثم سل بعد ذلك حوائجك، بعد أن تعمل هذه الأعمال في يوم الغدير، ثم سل بعد ذلك حوائجك للآخرة والدنيا، فإنها والله 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 مقضية في هذا اليوم، ولا تقعد عن الخير، وسارع إلى ذلك. نص عبارة الإمام الصادق عليه السلام. أعمال يوم الغدير البسيطة والسهلة، فما عليك إلا أن تؤديها. ثم يبشرك الإمام الصادق عليه السلام بعد أن تؤدي هذه الأعمال: سل بعد ذلك من حوائجك للآخرة والدنيا، فإنها والله والله والله. يقسم الإمام الصادق عليه السلام 3 مرات، يقول والله والله والله، فإنها مقضية في هذا اليوم، ولا تقعد عن الخير، وسارع إلى ذلك إن شاء الله. من هذه الأعمال التي ذكرها الإمام الصادق عليه السلام ما قلناه في مقطع سابق، هو أن تصلي 2 ركعة قبل أن تزول الشمس بنصف ساعة شكرا لله عز وجل، وتقرأ في كل ركعة تقرأ سورة الحمد 10 مرات، قل هو الله أحد 10 مرات، إنا أنزلنا في ليلة القدر 10 مرات، آية الكرسي 10 مرات. ثم بعد ذلك ماذا؟ تقرأ دعاء، وهذا الدعاء تقرأه بعده: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. الدعاء موجود في كتاب مفاتيح الجنان في أعمال شهر ذي الحجة، أعمال يوم الغدير. ثم بعد ذلك تقرأ الدعاء الثاني: اللهم لك الحمد على نعمتك علينا بالذي هديتنا إلى موالاة ولاة أمرك من بعد نبيك. الدعاء أيضا موجود في كتاب مفاتيح الجنان. وبعد ذلك أيضا تقرأ: ربنا آمنا بك ووفينا بعهدك وصدقنا رسلك واتبعنا ولاة الأمر من بعد رسلك، أيضا موجود في كتاب مفاتيح الجنان. ثم يقول بعد ذلك الإمام الصادق عليه السلام: ثم سل بعد ذلك حوائجك للآخرة والدنيا، فإنها والله 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 مقضية في هذا اليوم. صلاة 2 ركعة في كل ركعة 10 مرات سورة الحمد، قل هو الله أحد 10، إنا أنزلنا 10، آية الكرسي 10، وبعد الانتهاء من 2 ركعة تقرأ هذه الأدعية 3، ثم سل ما شئت. وأنا أكرر القسم من باب حب لأخيك ما تحب لنفسك، فرصة كبيرة بأن الإنسان لديه حوائج ربما معطلة، متأخرة، ضرورية، فورية، ربما يحتاجها سريعا ليرتاح، ليغير حياته إلى غير ذلك. فيعني نص العبارة: والله 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 مقضية في هذا اليوم، أي يوم الغدير، بضمان الإمام الصادق عليه السلام، وهو لا ينطق عن الهوى إنما كجده رسول الله صلى الله عليه وآله، وحي يوحى من قبل الله عز وجل. وكذلك يعني هو قسم الإمام الصادق عليه السلام الذي لا يحتاج بعده قسم. فلا تفوت الفرصة على نفسك، اذهب إلى كتاب مفاتيح الجنان، ومن الآن يعني حاول أن تقرأ، ضبط أمورك لكي عندما يأتي الوقت قبل صلاة الظهر، فالساعة يعني قبل صلاة الظهر بساعة، أو يعني على قدر ما تؤدي هذه الأعمال، كلما اقتربت من صلاة الظهر أفضل، فيكون لك هذا الأجر. والله 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 مقضية جميع حوائجك في هذا اليوم. برنامج صباحات والأيام من محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.